من جوبا على الهواء وعلى إنترنت. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. أهلا ومرحبا بك مستمع آي راديو، ده زمن نشر أخبار، ولكن بنبدأ بالعناوين. طالب وكرد الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الهجمات ضد المدنيين وعمال غزة في البلاد. قال المدير العام لمستشفى والتعليم أن بعض المرضى المحتاجين لعمليات جراحية بيقدموا الوقود بسبب النقص في المرفق. ونفى جهاز الأمن الوطني ما ورد في تقرير لهيومن رايت ووتش بيقول أنه الاعتقال التعسفي التعذيب والعمل في ظل إفلات شبح كامل من العقاب دون إشراف قضائي أو تشريع. من أنا الأخبار إلى تفاصيل النشرة، وفي تقديمه أوباج أوكوتشاغاوم. طالب وكالة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الهجمات ضد المدنيين وعمال الغزة في البلاد. بتجد دعوة في الوقت اللي بينضم فيه جنوب السودان إلى بقية العالم للاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني اليوم. واليوم هو حملة عالمية لتسليط الضوء على آلاف المتطوعين المحنين والمتضررين من الأزمات، واللي بيقدموا الرعاية الصحية العاجلة والسكن والأكل والحماية والموية للمحتاجين. أسس الأمم المتحدة في سنة 2009 للاحتفال بالذكرى السنوية لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق. وفقا للأمم المتحدة، تعرض حوالي 460 من عمال غزة للهجوم في جميع أنحاء العالم في سنة 2021 وحده، ومن بين حول 140 قتيل و203 جرحى و117 مخطوف. ولكن بتقول الوكالة إنه جميع القتلى تقريبا كانوا موظفين محليين، وقليل منهم كانوا موظفين دوليين، وكان معظمهم من موظفي منظمات غير الحكومية الوطنية. وأضاف إنه معظم الهجمات حصلت في جنوب السودان وأفغانستان وسوريا. في جنوب السودان تم قتل حتى الآن 130 من عمال غزة منذ استقلال جنوب السودان في سنة 2011. واني جيمس ووسو 38 سنة مساعد آلية الاستجابة السرية في وزارة الغذاء العالمي، وعمل في القطاع الإنساني لما يقارب من 10 سنوات، وقام بزيارات متكررة للمناطق اللي بيصعب الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد، بيشارك واحدة من أسوأ لحظاته أثناء تقديم المساعدة الإنسانية للمجتمع الضعيف في البلاد. It is a heartbreaking. It is a bit painful to see a colleague whom you work with for a decade and in just a moment to disappear or to be killed in your front. It's not an easy thing, and you cannot explain how it happened. This is the worst moment in my life, because like they are in our front, we are from behind, we are coming from field, and then immediately the attack came. We are stopped, the sun was removed, and then things happened. From nowhere we just had a bullet and we don't know who is who. شعار اليوم العالمي للعمل الإنساني السنة هو يتطلب الأمر قرية لتربية الطفل، وتطلب قرية لدعم شخص في أزمة إنسانية. تشير نظر عامة على الاحتياجات الإنسانية في جنوب السودان لسنة 2022 إلى أنه أكثر من نصف السكان في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. سارة بيليسو هي منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، حس جميع الأطراف على حماية عمال غزة اللي بيسعوا جاحدين للحفاظ على مستوى معيشة السكان الضعفاء. Oftentimes the humanitarian workers that are killed are South Sudanese themselves being killed by South Sudanese who don't understand the fact that we should not be fighting humanitarians or attacking humanitarians. We should be fighting poverty and fighting all of the mega crises that affect the people of South Sudan. People of South Sudan are affected by climatic shocks, by flooding and by drought. They are affected by subnational violence. They are affected by things that are beyond their control, including COVID, the pandemic, and other issues that they have nothing to do with. But these things affect them so badly. I would like to take this opportunity today to remind all of us that it takes a village to address the needs of the people in
in South Sudan. قبل أسبوع قتلوا 3 من عمال قاسة اللي كانوا على متن قافلة إنسانية بالرصاص في مقاطعة إيكوتو بولاية شرق الاستوائية، ودا بحسب الأمم المتحدة بيرفع إجمالي قتل العاملين في مجال الإنساني في جنوب السودان منذ بداية السنة الحالية إلى 5 أشخاص. قال المدير العام لمستشفى الواو التعليمي إن بعض المرضى المحتاجين لعمليات جراحية بيقوم بتوفير الوقود بسبب النقص في المرفق. الدكتور تون مانغوك قال لآي راديو إن المستشفى واجه الكثير من البيروقراطية من حكومة الولاية للحصول على الوقود في الوقت المحدد. وقال مانغوك إن المنشأ أو المستشفى ما تلقى أي إمدادات وقود من سلطة الولاية من بداية الشهر الحالي. وفقا له، الناس اللي بيساهموا بالوقود هم بشكل أساسي المرضى المحتاجين إلى خدمات جراحية آجلة، وهو اتكلم آي راديو الصباح اليوم. الليلة هو بكرة وكان دال كده العرضو بقوله من المكتب بتاعه قلت بتاعه عزينا فيها بروقراتية شوية الحكومة عندي شوية مشاكل كده ما قاعد يجيو نزل ما قاعد يساعدنا بس ما تمام كلام كلام ده حصل لكن أنا ما صرحنا كلام ده أجاز حصل وأتم في جفاتنا نناس على شغلنا في جول كان تعبان والدكتور الجراح قال له يا أخي أنا ما قاعد أصلا أعمل أي حاجة بالتالي لو في جاز أنا بقدر أعمل كلام ده يقول لا ما تتبرى بجاز لأنه هو جراح يعمل كلام ده في حاجة من يوم 1 حتى يوم 15 المفروض يكون في يوم 3 الكهرباء يطلع لكن يعني لأن يوم والي لك بينا بنجيل على أيام ده حتى يوم 15 ما دون أي حاجة فدين حصل بالضبط يعني. وقال رئيس لجنة الخدمات الصحية بالمجلس التشريعي للولاية خميس ضحية عمر رمبارين المستشفى بيمر بمرحلة صعبة وطالب الحكومة بإلى الاهتمام اللازم له. ولكن قال الدكتور مانغوك إن منظمة كورديت هي منظمة دولية لغزة في حالة الطوارئ والتنمية بتعمل في القالي في البلدان المضررة من النزاعات تعهد بتزويد المنشأ بالوقود خلال الشهرين الجايين. ولسه في ولاية قرب حرق زال البرلمان قال بأنه قد يحقق في مزامن الجهاز التنفيذي الولايي خص الكثير من الميادين في مدينة واو إلى الجهاز التنفيذي لما بيخاطب الجماهير في التخريج الأول لعمال الصحة في الإزافات الأولية في مدينة واو يوم الثلاثاء. حاكمة الولاية سارة كليتو حددت بسحب كل قطاع الأراضي القير مبنية اللي كان مخصص للمواطنين. السيدة كليتو قال بأنه هترفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر في الموقف قبل اتخاذ قرار. بس برضه في حاجة أنا دي أقول يمكن أراضي بتواعد كل شالة تمشي تحبش هنا دي محلزون تمشي تحبش هنا دي محلزون وبكرة لقي ناس بقول أدونا وأدب وندوم وأدب الفاضي ما بعمل فيه أي حاجة فأنا كمان ده نقول لوزير بتاع هاوسين أنا بعد ذلك زورنا يدوم حاجة يدوخ سنة ولا سنة ونص ما بنا فيه وإحنا نشيل محل طوالي وإحنا هنجي نناقش الكلام ده في مجلس الوزراء في أراضي كثير في تحت المدينة شالون ناس وبعد سنين ما عمل فيه أي حاجة وإحنا هنجي نشوف الأراضي ده ذاته حكومة لازم نشيل والتصريحات دفع برلمان الولاية إلى استدعاء وزير الشباب والثقافة والرياضة يوم الأربعاء للإجابة على المزاعم بين الجهاز التنفيذي نحبت بعض من أراضي القير مبنية بما فيه ملايب. وفقا للبرلماني أجلا سايمون محمد رئيس لجنة الإعلام في البرلمان الولايي منع الشباب من دخول ميادين اللي بتشمل الجزيرة أيزق والدرجة. البرلماني محمد ادعى بين الميادين شالوا من قبل أفراد أو حكومة الولاية لكن المبرر اللي عاد السير الوزير بيقول لنا وقفوا شغل ده حبه وفي ترتيبات وانت ما ممكن تدي زول اشخاص لانهم المستفيدين وتشيل المصلحه العام برا لانه ميدان درجات الميدان كان اساسا بيجمع ناس وبيخلي اتفاقيه سلام بتمشي وشغل بنعش بتاع سلام بتمشي هناك. فالوزير ادانا بوين وقال لنا المساله ده هم في وزير البنيه التحتيه شغل فوقه وما ميدان بتاع الدرجات برا وفي كم ميادين في مدينه واو لنا قد نسال منه ونحن بالمجلس قررنا تاني في مجلس مثلا ده جاي
لازم لابد نحن نعرف عدد الميادين النزوع كم ميادين الشعلو من الناس قد تفوق بكم لأنه توجيه بتاع الوزير الرومي كان واضح يعني بعد 20 سنة مهد ده كميدان أننا لازم نرجع فوق. ولما آي راديو اتصل بوزير الشباب الثقافة والرياضة محمد علي جوني أبعد نفسه من القضية وقال قضية الأراضي هي مسؤولية وزارة البنية التحتية الولاية. وزارة البنية التحتية هم المشوا خططوا لهم هم بعرفوا ده الناس المشوا والبنوا فيه ده الناس منه لأنه ناس البنية التحتية بيراجوا الأوراق الثبوتية بتاع الناس ده. طبعا الحاجات ده المحل زي ما بقولوا من 79 هو سوق ده يعني افتكر انه قبل ما يلدونا نحنا فأنا ما بكون عارف ده منه اللي هو مالك للقطع الموجود هنا ده منه يا مالك له ده انه ده تأكيد لأنه الحاجة ده بخص البنية التحتية. ومن جهة أخرى ألفريد أنغوك أوليني ناشط المجتمع المدني لحقوق الأراضي اعترف بموقف الحكومة من سياسات أراضي الولاية لكن المدير التنفيذي لتحالف أراضي بحر قزال بجدل حرب الأحلية الطويلة في البلاد عقد المواطنين عن تطوير أراضيهم بيطالب أوليني الآن سلطة الولاية بإيطاء المزيد من الوكيل للمواطنين لتخصيص الموارد لتطوير أراضيهم والبنيان. انت لسه بتستمع الاخبار ده من اذاعه اي راديو في جوبا. نفى جهاز الامن الوطني ما ورد في تقرير لهيومن رايت ووتش اللي بيقول ان الاعتقال التعسفي التعذيب والعمل في ظل افلات شبه كامل النقاب دون اشراف قضائي او تشريع. في بيان امبارح قال هيئه مراقبه حقوق الانسان انه على قاده جنوب السودان معارضه عدم الامن وانتهاكات الحقوق والوضع الانساني المتدهور خلال الفتره الانتقاليه تم تمديده في البلاد. وقال انه قيادة جنوب السودان فشلوا في تقديم جداول زمنية واضحة لإنشاء وبدء عمليات محكمة مختلطة لمحاكمة أخطر انتهاكات من بداية الصراع الحالي في سنة 2013. وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات استمرت في التعدي على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع واعتقلت واحتجت المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وفي أحدث واقعة في يوم 7 شهر 8 قالت إنه أفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني اعتقلوا واحتجزوا 7 أشخاص في سوق كونيا كونيا في جوبا لما تظاهروا على ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب الجماعة يتمتع جهاز الأمن الوطني بصلاحيات واسعة في التوقيف والاحتجاز والمراقبة. وصفت هيومن رايت ووتش كيف تعمل الوكالة مع إفلات شبه كامل من العقاب دون إشراف قضائي أو تشريع. وقالت إنه من سنة 2013 قامت الوكالة بخطف وتعذيب واقتفاء قسري لمئات الناس على أساس انتماءهم الإثني وانتقاما من آرائهم بهدف واضح يتمثل في منع انتقاد من هم في السلطة. ومنذ توقيع اتفاقية السلام قامت الوكالة في مناسبات كثيرة بمضايقة الصحفيين وقفل وسائل الإعلام وتقييد قدرة وسائل الإعلام على الطباعة أو نشر الأخبار اللي تعتبر منتقدة للحكومة واحتجاز الناس بشكل غير قانوني في ظروف سيئة وأدت إلى أحيان إلى الوفاة في الحجز. ورد الكلام ده نفى المتحدث بجهاز الأمن القومي التابع لمكتب الأمن الداخلي التقرير بتاع هيومن رايت ووتش. ووصف ديفيد جون كوميري تقرير هيومن رايت ووتش بأنه لا أساس لهم وقال لآي راديو بأنه جهاز الأمن الوطني بينفي صلاحياته فقط كما هو منصوص عليه في الدستور. All these are allegations, my brother. These are characteristics of the statement descriptively portrayed national security as an agent operating in opposite to the law as a biased organization in pursuit of its malicious objective used to do. But the allegations are inaccurate and undefining of the instant operational principle in standard best practice and the core values as well as ethical conduct and execution of the service mandate in accordance with the constitution and the law. So speaking on the facts, national security is among the disciplined law enforcement agencies in the country. The alleged statement of the Human Rights Watch is unjustifiable and vilifying in the nature. The national security upholds the moral compass and believes in those timeless ideas, including by affirming that the moral universe is a long but it bends towards justice.
وقبل الأخبار الإقليمية والعالمية، أكد رئيس برلمان ولاية قرب الاستوائية تعيين 2 أعضاء من تحالف المعارضة في جنوب السودان ليكون رئيس ونائب للجان المتخصصة في البرلمان. وكيل تشارلس أبدو عين جوليا جون سنداني رئيس لجنة النو الاجتماعي وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، ومارغريتا برنابا كاسانيا نائبة لرئيس الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار. تم تعيين 2 عضو ديل في يوم تسعة شهر 8، وبيجي بعد أن حلت جماعة المعارضة خلافاته مؤخرا، واختلفت الأحزاب في تحالف جنوب السودان للمعارضة وقدمت قوائم منفصلة للمرشحين، وهي خطوة رفض رئيس البرلمان. Results and then the names were given to me for the position of a chairperson for gender, then the deputy chairperson for finance, all belong to SAWA. And I've done that one, and the appointment was done on the 9th of August for the position of chairperson for gender, child, human rights, and humanitarian affairs, Honorable Julia John Sindani. And then the deputy chairperson for economic, finance, and investment, Honorable Margaret برنابا. وبالخبر ده مستمعي آي راديو بننتقل للأخبار الإقليمية والعالمية، واللي بيجيكم برعاية شركة MTN للاتصالات وبصوت الزميلة جويس إيفانز. Aku, hana magi safir, hana gifiri sumahal tahwil gurus, sante de malian gurus, gubal mujiri maligana, hande rasul gurus afi wilahat. Italy zawara zede, Italy zavidab tajire jire rasul gurus, gubudu gurus fi senta. Ite maruf gali MTN jibulen na momo fi belede. Ah, aku, momo de biga sunu kaman, besara na kev zaru. Momo de MTN mobile money. Be MTN mobile money de, ite bak de rafi zu gurus taki de kulu fi jote le fun take. Ite bak de rasul le ayu zon, alindo account de MTN mobile money de, fi ayu zaman, u fi ayu waka dalita dere. Asyanta mi fata hisap, ma momo, MTN mobile money, lazim kelta dusu, nejma, itnen sefir sefir, selim, weta biliko ke tirmin malumat al bisay di tak kev ita mi fata hisap take. شكرا للزميل وباتش. وفي الأخبار الإقليمية، حيث نبدأ من جمهورية الكونغو الديمقراطية، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية غادرت مدينة بوتيمبو الشرقية في أعقاب الاحتجاجات الدامية التي اندلعت الشهر الفات على ما يعتقد إنه فشل في إنهاء عنف المتمردين. قال حاكم مقاطعة الشمال كيفو الجنرال كونستانت كونجبا إن حركة أفراد ومعدات بعثة الأمم المتحدة ستشرف عليها أجهزة الأمن الكونغولية، ونظمت مظاهرات ضد مهمة حفظ السلام في شمال كيفو في نهاية يوليو. وقالت الحكومة الكونغولية إن 36 نفر قتلوا وأصيب 170 آخرين في المظاهرات. وفي محل تاني برا، وشرطة اتصل بوزير مالية جنوب إفريقيا إنو كونداكوانا يوم الخميس بشأن شكوى تتعلق باعتداء جنسي ضده حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية. قدمت الشكوى الاعتداء من قبل سيدة تعمل في فندق أقام فيه الوزير مع زوجته في مقاطعة مومبولانا الشرقية، وأبلغت الشرطة يوم الخميس الوزير بالشكوى المرفوعة ضده ونفى ارتكاب أي مخالفات، قبل أن يستبعد استقالته من منصب وزير المالية. وأخيرا، رفضت روسيا النداءات من أجل نزع السلاح الكامل للمنطقة المحيطة بالمفاعل النووي في جنوب أوكرانيا. وقال مسؤول روسي إن هذه الخطوة ستجعل المصنع أكثر عرضة للخطر، وتأتي هذه الدعوات وسط غلق متزايد بشأن السلامة في الموقع أكبر محطة نووية في أوروبا، حيث يتهم الجانبان بعضهم البعض بقصف المنطقة. يقوم العمال الأوكرانيون بتشغيل المصنع الذي يخضع للسيطرة الروسية منذ مارس. شكرا لحسن الاستماع، أنقلكم إلى الزميل أوباتش لختام النشرة.
شكرا الزميلة بالأخبار الإقليمية والعالمية مستمعي آي راديو. بننتقل إلى الملاعب الرياضية مع الزميل مايكل دانيال. أهلا ومرحبا بكم في أخبار الرياضة. حيواجه منتخب جنوب السودان الأولمبي منتخب تنزانيا في تصفيات توتال إنرجي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في الطريق للمغرب 2023. تم الكشف عن الكلام ده امبارح في قرعة اللي عملوها في مصر. حيواجه الفائز من جنوب السودان وتنزانيا نيجيريا أو أوغندا. حيلعب المنتخب الأولمبي المباراة دي ما بين يوم 19 و 27 شهر 9 من سنة 2022. وحتمثل الفرق الثلاثة الأبطال وصاحب المركز الثاني وأصحاب الميدالية البرونزية إفريقيا في دورة الألعاب الأولمبية اللي حتكون في سنة 2024 في باريس. وفي كرة السلة وافق ليبرون جيمس على تمديد عقده لمدة عامين بقيمة 97.1 مليون دولار مع لوس أنجلوس ليكرز، مما يجعل اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين كما ذكرت إسبان. من خلال الصفقة الجديدة دي حيحقق جيمس ما لا يقل من 528.9 مليون دولار من الأموال المضمونة خلال مسيرته المهنية، متجاوزا كيفن ديرانت في الأرباح على الإطلاق وفقا لموقع التتبع بتاع الرواتب سبورت تراك. وفي ألعاب القوى دعت ديانا أشر سميس للمزيد من البحث في تأثير الدورة الشهرية على الأداء بعدما اتسببت دورتها في الانسحاب بسبب التشنج العضلي في ميونخ 2022. واعتقدت المدافعة عن اللقب أشر سميث في البداية أن استراتيجيتها الشفاء أو شرب الماء قد تكون السبب بعد خروجها من نهائي 100 متر يوم الثلاثاء، لكنها بعد التأهل الأسرع لنهائي 200 متر يوم الجمعة قالت أشر سميث أن الأشياء خاصة بالفتيات تسبب تقلص في عضلة ربلة الساق. وقالت البريطانية للبي بي سي أنه موضوع ضخم بالنسبة للمرأة في الرياضة. دي نهاية الأخبار الرياضية، قدمت لكم أنا مايكل دانيال. بنرجع للزميل أوباج أوكوتشاغاوا لتكملة بقية الأخبار. وفي ختام النشرة مستمع آي راديو برجع وبذكر بأبرز ما جاء في المقدمة. طالب وكردون المتحدة لاتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنحاء الهجمات ضد المدنيين ومال القاسة في البلاد. قال المدير العام لمستشفى الواو التعليمي إن بعض المرضى المحتاجين لعمليات جراحية بيوفروا الوقود بسبب النقص في المركز. ونفى جهاز الأمن الوطني ما ورد في تقرير لهيومان رايت ووتش اللي بيقول إنه اعتقال التعسفي التعذيب والعمل في ظل إفلات شبه كامل من العقاب دون إشراف قضائي أو تشريع. إلى حين مستمع آي راديو انتهى نشرة الأخبار. لو عندك أي خبر أو مناسبة وانت تلوح تغطية ممكن ترسل لنا رسالة نصية رقم التالي 0925-287-270 وده نفس الرقم بتاع الواتساب. انت برضو ممكن تتابعنا على تويتر آي راديو جوبا كلمة واحدة أو زيارة موقعنا على الانترنت www.iradio.org لتستمع الأخبار باللغة العربية والإنجليزية. ممكن كمان تشارك في قناة بتاعنا اليوتيوب آي راديو ساوث سودان. نيابة غرفة الأخبار والفريق الفني كنت معكم في تقديم النشرة أوباج أوكوتشاغاوا. واصل استماع لآي راديو أينك على جنوب السودان. إلى اللقاء.